إذن تطور كبير شهدته مصر في اتفاقياتها الاقتصادية خلال عام 2017، وهو ما انعكس بالإيجاب على المؤشرات الاقتصادية على جميع القطاعات. المزيد في سياق هذا التقرير. اتفاقيات اقتصادية شهدها عام 2017 بين مصر ودول مختلفة تستهدف من خلالها خلق قنوات تواصل جديدة لدعم الاقتصاد المصري ودعم الخطط الإصلاحية التي تسعى الحكومة لتطبيقها منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014. ولعل أهم هذه الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور، وهو تكتل اقتصادي للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية. ويضم هذا التجمع كل من الأرجنتين والبرازيل والأورجواي وباراغواي. كما وقعت مصر اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية مع تكتل الدول الثلاث، وهي الكوميسا والساداك وشرق إفريقيا، والتي ساهمت في زيادة الصادرات من 150 إلى 730 مليون دولار. كما شهد عام 2017 توقيع اتفاقية تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، والتي تهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية لتقليل أعباء التكلفة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي على السلع المستوردة. وشهد العام نفسه موافقة قمة رؤساء دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد ومصر، وتشمل دول الاتحاد الأوراسي روسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغستان وبيلاروسيا. ويضمن هذا الاتفاق دخول المنتجات المصرية إلى تلك الدول دون جمارك، هذا بالإضافة إلى دخول منتجاتها للسوق المصري بدون جمارك أيضا. كما وقعت مصر خلال عام 2017 اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في سيناء، تهدف في المقام الأول لتعمير سيناء لدعم الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية. كما شهد نفس العام واحدة من أهم الاتفاقيات بمصر، وهي اتفاقية تسوية المعاملات التجارية المصرية الصينية باليوان، والتي تقضي بتسوية التعاملات التجارية بين البلدين ودفع قيمتها بالعملة المحلية. وتسعى مصر من خلال هذه الاتفاقيات إلى جذب استثمارات جديدة ووضع مصر على الخارطة الدولية وفتح أسواق جديدة من شأنها تمويل الاقتصاد المصري، والذي شهد تحسنا ملحوظا تشهد له جميع المؤسسات الدولية.